سيارة نيسان بترول بيك اب مقدمة في تحديات ومنافسات هذا الشوط المليء بالاعداد. 43 اسم حاضر خلف ستارت الانطلاقة للاندفاع هنا في بحر الاصالة وللتنافس. بسم الله وعلى بركة الله ايها الحفل الكريم، انطلقت هذه الاسماء وانطلق الاخوة المشاركين. تمنياتنا بالتوفيق لكل المشاركين في هذا الشوط الثاني من اشواط السباق التراثي. نتابع معكم مجريات هذا الشوط ونتابع هذا المشهد المميز في هذا التحدي الكبير. الى المقدمة الى انطلاقة سيف بن حزام بن عبد الله بن انديلة، اول الاسماء اللي باشر مع الصدارة، انطلق مع البداية الاولى مع مقدمة الشوط. في المركز الثاني علي بن حزام بن عبد الله آل انديلة يتقدم ويغير الى المقدمة في هذه اللحظات، ولكن من الجانب اليمين تابع التواجد والاندفاع اللي شاهده في هذه اللحظة من خلال تقدم جلوي بن عبد الله بن راشد بن قرح، من بدأ يتقدم باندفاع جميلة بحضور مميز نقله الى المركز الرابع لنتابع وناخذ ايضا في رابع المراكز التواجد والاندفاع من راشد بن علي الصعاق المري خطير. هذا الاسم لعوايد لحضور دائما الصعاق يتواجد في هذه اللحظات في المركز الرابع في هذه اللحظات. اخر الاسماء اللي حضرت في هذا الصباح هنا، ولكن هنا ياتي بعلامة جميلة. بينما في المركز الخامس شوف الاسم القادم اللي وصل وانطلق، سعيد بن حمد الزعبي يصل في هذه اللحظات مع المركز الرابع بالفعل في هذه اللحظات او خامس المراكز. بينما في المركز السادس ناصر بن حمد بن مبارك الشايق الشهواني قادم في هذه الاثناء مع المركز السادس وسابع المراكز، من وصل صالح بن سالم الغفراني المري في سابع المراكز. والمركز الثامن بدأ يتقدم في هذه اللحظات مبارك بن راشد بن قربان يصل في المركز الثامن وتاسع المراكز. نحاول ناخذ قدر كبير من الاسماء ونتابع ايضا الوصول في هذه اللحظات من حفيظ بن عبد الله آل حفيظ المري، وعاشر المراكز اللي وصل عليها الرقم 40 في هذه اللحظات. تقدم واندفاع من ابراهيم بن محمد لبحيح. هذه نتيجتنا العشرة الأسماء، العشرة المراكز المنطلقة. يا هي منافسة، ركوب مميز من الشباب أيضا الحاضرين والمتحضرين في صباح هذا اليوم لانطلاقة هذا السباق التراثي، العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. انطلاقة جميلة، اندفاع، حضور من الصعاق اللي بدأ يغير الأمور، ينتقل نقلة جميلة إلى مقدمة الشوط. راشد بن علي بن محمد الصعاق المري ما شاء الله على هذا الركوب المميز يا الصعاق وهذا الحضور الجميل. بينما في المركز الثاني علي بن حزام بن عبد الله آل انديلة، وفي ثالث المراكز تقدم اندفاع حضور من سعيد بن حمد الزعبي يتقدم على المركز الثالث، وفي رابع المراكز التواجد من جلوي بن عبد الله بن راشد بن قرح مع رابع المراكز. المركز الخامس مبارك بن راشد بن قربان آل جحيش يصل على خامس المراكز. والمركز السادس هذا اللي ذعناه في عاشر المراكز بدأ يتقدم ابراهيم بن محمد آل بحيح، ياتي هنا مع هذه الاندفاع وصلت الاسماء. وشاهد الوصول الاخر من عبد الله بن راشد آل انديلة المري، والوصول الاخر من ناصر بن حمد بن مبارك الشهواني القادم في هذه اللحظات، والوصول الاخر اللي تابعه من عمق الميدان. شوف التسلل، شوف الوصول ايضا من الاسماء القادمه. يا سلام، يا هاي منافسه، يا هو تحدي، ولكن العوده الى مقدمه الشوط الى المركز الاول الى الصدارة الى البداية. شوف هذا الاداء الجميل، الله 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 الله. الصعاق يحضر هنا بنجومية مميزة في هذه اللحظات ويتقدم بهذا الاداء الجميل. ما شاء الله وتبارك الرحمن، ما شاء الله على هذا الركوب المميز. هنا يتقدم راشد بن علي بن محمد الصعاق المري، يتقدم مع البداية مع الصدارة مع المركز الاول مع موقع القمة. اداء
جميل، حضور مميز. في المركز الثاني علي بن حزام بن عبد الله، آل نديلة مع ثالث مع ثاني المراكز. الله 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 الله. ولكن هنا البداية، هنا المقدمة، هنا الصدارة. نتابع الأداء، نتابع التواجد الجميل، وهذه لحظة الأوامر. مشكور يا الصعاق، شوف 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 هذا الأداء الجميل، وتابع هذا العرض النهائي. ما شاء الله وتبارك الرحمن. خلاص يا الصعاق، ما حد حولك، انتهى لحالك في المقدمة، في الصدارة، في المركز الاول بالاداء الكبير بالانطلاق المميز. راشد بن علي بن محمد الصعاق المري يفوز بناموس هذا الشوط، ثاني الاشواط في السباق التراثي. السيارة، السيارة مع الصعاق هنا في هذا الاداء الكبير. هذا هو الصعاق، يتوج بطلا بناموس هذا الشوط، يتوج بطل نيالك الاحتفالية الجميلة. وهذه الثقة التامة من الصعاق كما عودنا. سلام يا الصعاق، سلام، هنيالك الفوز، هنيالك الانتصار، لحظة الوصول إلى خط النهاية. راشد بن محمد بن علي بن محمد الصعاق المري هو نجما لهذا الشوط، بينما ثاني المراكز من وصل في المركز الثاني علي بن حزام بن عبد الله آل نديلة، وثالث المراكز الوصول في هذه اللحظات من حفيظ بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري. المركز الرابع ناصر بن حمد مبارك شهواني. المركز الخامس كان الوصول هناك من عبد الله بن محسن بن نديلة المري. والمركز السات، إذن مشاهدين الكرام، سادس المراكز، سادس المراكز كان من نصيب فيصل بن حمد الحسنة المري. والمركز السابع، المركز السابع عليها الرقم سبعة محل صدف فيصل بن عبد الله بن قرح. والمركز الثامن، المركز الثامن كان من نصيب ابراهيم بن محسن بن ابراهيم آل بحيح. والمركز وين وصلنا التاسع، المركز العاشر كان من نصيب حزام بن محمد بن عبد الله آل نديله المري. والحادي عشر كان من نصيب عجيان بن علي بن حمد الغفران المري. والمركز الثاني عشر كان من نصيب عبد الله بن راشد آل نديله المري. والمركز الـ13، المركز الثالث عشر، المركز الثالث عشر من نصيب مبارك بن راشد بن سعيد بن قربان آل جحيش. والرابع عشر، المركز الرابع عشر كان من نصيب جلوي بن عبد الله بن قرح. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لراشد بن علي بن محمد الصعاق المري. هذه ملخص، هذا ملخص شوطنا الماضي، وهذه لحظة الانطلاق، وهذه لحظة التحديات الأولى التي بدأت من هذه الانطلاقة الجميلة. وعلى مدار 3 كيلومتر في اندفاع جميلة، في حضور مميز، في مشاركة مميزة من أبناء قطر، ركوب شاهدناه هنا وتميز وإبداع بالفعل. هذا هو الصعاق المتوج بطلا بناموس هذا الشوط، وجماهيره ايضا الحاضره هنا في هذا الميدان. وهذه لحظه القدوم بلمسات مخرجين بن خزين ابو شارب اللي يتابعون كل صغيره وكبيره لاظهار هذه السباقات باجمل صوره ليستمتع المشاهد الكريم عبر شاشه قناه الريان الفضائيه. هذا هو الصعاق متوجا بناموس هذا الشوط، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. 3 كيلومتر حضرت بتوقيت مقداره 5:24:37، جزءا من الثانية هو التوقيت المسجل. تهانينا لراشد بن علي بن محمد الصعاق المري على فوزه وانتصاره في هذا الشوط، بينما في المركز الثاني من وصل ثانيا مشاهدينا الكرام علي بن حزام بن عبد الله بن نديلة، والتوقيت 5:32:29، جزء من الثانية توقيت المركز الثاني. تهانينا للسيد علي بن حزام بن عبد الله بن راشد بن نديلة فوزه بالمركز الثاني وثالث المراكز. مشاهدين الكرام، كان الوصول من حفيظ بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري، والتوقيت الزمني هو 5:39:89، جزء من الثانية. تهانينا لحفيظ بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري فوزه بالمركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع، تهانينا لكل المشاركين الذين حضروا في هذا السباق التراثي. الكل فائز اليوم في مثل هذه السباقات.